السلام عليكم. يتم حاليا إنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة، وذلك بولاية أمبواقي، أو بالضبط المدينة تاع أمبواقي، اللي عرفت تطور عمراني كبير، واللي باتت تحتاج إلى محطة جديدة، وتعتبر المحطة هذه واحدة من أكبر المحطات نتاع تصفية المياه بالجزائر، واللي راهي يعني على حسب التصريح نتاع المسؤولين نسبة تقدم الأشغال قاربت 90%، وإن شاء الله تكون فيها يعني لا فورماسيون، التكوين نتاع الإطارات نتاع التسيير في هذا الميدان، خاصة وأنه المدينة تاع أمبواقي يعني تعتبر مدينة داخلية وتفتقد للمجاري المياه، اللي قد يعني تطور طرق جديدة وطرق أخرى في تصفية المياه المستعملة باستعمال التصفية البيولوجية بطريقة بيولوجية، لكن الآن مع الضغط العمراني اللي تعرفه يعني الولاية ككل والمدينة خاصة، فبات من الضروري تطوير المحطات هذه الجديدة نتاع تصفية المياه باستعمال نظام لا ديكونتاسيون، ولا كذلك النظام تاع التهوية بواسطة يعني الطاقة الشمسية، يعني الإضاءة اللي ريان سولار، اللي يديروا التهوية ويديروا لا ديكونتاسيون، ثم الراك ليطاج باش ينحيو يعني هذيك المواد اللي ناتجة على لا ديكونتاسيون. إذا هذه التقنية مستعملة في كل المدن الداخلية اللي تفتقد إلى المجاري تاع المياه. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.